اوفيسي رايح بالسوق، السوق رايح هبط. هاك تشوف، راك تشوف شحال ساعه دوكا. يلا عشرة السوق فارة، كان في الواحد داز السوق مازال معمر. انهيار مفاجئ في أسعار السيارات المستعملة يعرفه سوق تيجي اللابين بعد تسجيل تراجع بحوالي 50 مليون سنتيم في فئة السيارات الكبيرة، وتراجع بأزيد من 30 مليون سنتيم في فئة السيارات السياحية الصغيرة، وهو ما جعل صماصرة السوق يعزفون عن بيع مركباتهم. كنت نخدم ليونين باليو دائما نرفض خبزتي. كي نخدم نرفض خبزتي هذا المره والله ما فهمتش. واحد سيد صباح جا سومني ب 20 ليو ديميتريس، سومني ب 20. قلت له واش شريت كيلو؟ هذيك كيلو شوف 220. قال لي يا اخونا كنت ما نباعش انا، كنت ما نباعش. كيفاش هم يقولوا خليها تصدى؟ عندي تيغوان ستيل بلس ديميتريس، سموني 305، شريتها 230، 330 هم سموني 305. اماروك 2013 ماشيه 150 الف، عطاني 320 اليوم. شحال سومك؟ عطاني 370. 370 دركا هبط السوق، عطاوني 320. بزاف لا بزاف. حنا دخلنا البارح للمارشي بيتين هنا في السوق، سياره عندنا فيرلاند رونج روفر ماشيه 180، دخلتها في سوق ستيف خرجتها من سوق ستيف 285، مولي اكثر من 20 مليون. ركود كبير في نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة، ورواد السوق يقاطعون السيارات المركبة محليا. ستيف وديت 230، كيما اليوم سمت وحده 2018 قال نعطيو له 200 و210. اها 210 ومازال زاد تحبط خونا، مازال زاد تحبط. مدين بلادي هذا ما كان والو، لا ما كان والو. والبري كيف كيف؟ طلع البري ستيب ويد كان ندير 100 110، طلعت 180. قيمه الطوموبيل ما تستاهلش 200، تستاهلش. انا واحد من الناس ما نركبهاش، نركب واحد كيما هذا 250 وما نركبش ستيب ويد. عزوف كبير عن شراء سيارات مات إن بلادي تسجله مختلف أسواق السيارات المستعملة، موازاة مع توسع حملة المقاطعة وسط المواطنين الجزائريين، وهو ما أدى إلى خلو أكبر سوق للسيارات المستعملة والمعروف بتي جلابين من المركبات قبل الساعة 11 صباحا، وسط هروب جماعي غير مسبوق لأصحاب السيارات المركبة محليا في انتظار مبادرة جديدة من أصحاب مصانع التركيب.